دلوقتي هنشرح النورمال بالسيلس انترنا. لما بشيل السكال كاب، الغطا بتاع السكال، بشوف الكرينيا الفصة دي. عندي انتيريور كرينيا الفصة وميدل كرينيا الفصة وبوستيريور كرينيا الفصة. هبدأ اتعرف عليهم فصة فصة كده. الانتيريور كرينيا الفصة، الجزء اللي قدام ده، ايه هي الباوندريز بتاعتي؟ موجود قدام ولاترالي عظمة الفرونتال بون، اهي دي الفرونتال بون، وموجود ورا العظمة اللي شبه الجناح دي، جناح الزغنطوط ده والجناح الزغنطوط ده، اسمهم ليسر وينج اوف سفينويد بون. فهنا الخط الاحمر والازرق ده، السوتشر اللي بيمشي زجزاج ده، ده اللي هو البوستيريور مارجن بتاع الليسر وينج اوف سفينويد بون. يعني ده السفينويد بون وده البوستيريور مارجن بتاعه وقدام الفرونتال بون. طيب تعالي نعرف البونز اللي مكونه للانتيريور كرينيال الفصة. الجزء ده اللي هو جزء الفرونتال بون اللي بيشارك لي في تكوين الاوربتس، بيسميه الاوربيتال بليت اوف فرونتال بون على كل سايد، اسمه ايه؟ اوربيتال بليت اوف فرونتال بون. اللي يهمني بقى واللي علينا في البيانات، العظمه اللي في النص دي، العظمه اللي في النص دي عامله لي الروف بتاعه النوز، عامله لي سقف المناخير، سقف الانف. العظمه دي دكاتره اسمها ايه؟ اسمها اثمويد بون. اسمها ايه شباب؟ اثمويد بون. يبقى العظمه اللي في النص اسمها اثمويد بون. الاثمويد بون دي بتتكون لي من جزئين، جزء عالي شبه الهلال طالع في وشك، باظص في وشك، اسمه كريستا جلي. كريستا يعني هلال، وجلي افتكر رمضان جلنا، جلي جلي. يبقى الهلال اللي في النص اللي باصص ده اسمه ايه دكاتره؟ كريستا جلي. والطبق اللي حواليها اللي مليان ثقوب صغنطوطه صغيره 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 شبه المنخل او الغربال اللي بيحطوا فيه البيبي في السبوع، اسمه كريبري فورم بليت اوف اسمويد بون. اسمه ايه دكاتره؟ كريبري فورم بليت اوف اسمويد بون. كلمه كريبري او كريبري فورم بليت اوف اسمويد بون، كلمه بليت يعني طبق، والكريبري فورم يعني المثقب اللي مليان ثقوب كتير. طيب ايه البيانات اللي عليا في الانتيريور كرينيال فوسه؟ هنذاكرها ازاي؟ اول حاجه بيقول لك ان ممكن يكون في عندي هنا في عظمه الفرونتال بون فرونتال اير ساينس، جيب هوائي، فرونتال اير ساينس، يرسم لك فراغ كده في العظم ويشاور لك على البيان ده، تقول له فرونتال اير ساينس. وبعد كده زي ما احنا متعودين، حته عاليه حته منخفضه، وحته عاليه وحته منخفضه. اول حته عاليه معايا اللي هي اسمها فرونتال كريست، اول حته عاليه معايا اسمها ايه دكاتره؟ فرونتال كريست. خط بالطول موجود في عظمه الفرونتال بون اسمه فرونتال كريست. وبعدين الصوت اللي في الالم ده، الفورمن الاعور ده، اسمه فورمن سيكم. اسمه فورمن ايه دكاتره؟ سيكم. يبقى حته عاليه فرونتال كريست، حته منخفضه فورمن سيكم، حته عاليه ها كريستا جالي، وحته منخفضه اسمها ايه يا شباب؟ كريبري فورم بليت اوف اسمويد بون. الكريستا جالي والكريبري فورم بليت مع على بعض عاملين لي عظمه الاسمويد بون. هو بيشاور لك على كريستا جالي لوحده او على كريبري فورم بليت او سيريبري فورم بليت لوحده. ممكن يشاور على الفورمن ده اسمه فورمن ايه؟ فورمن سيكم. وممكن يشاور على عظمه اللي على شكل خط اسمها ايه يا دكاتره؟ ممتازين، فرونتال كريست. ممكن يشاور لك على اير ساينس فوق في الفرونتال بون، هنا هتقول اسمه ايه يا دكاتره؟ برافو عليكم، فرونتال اير ساينس.